أسعد كثيرا جدا جدا أن أستضيف شاعرا ما زال في بداية حياته الشعرية وما زال يتلمس طريقه، وبإذن الله تعالى سيكون له شأن كبير. الشاعر الشاب الذي في معيتي اليوم مشاهدينا الكرام هو البراء صلاح صغيرون، شاب يتلمس خطاه في مجال الشعر. نورتنا كثير يا البراء. والله بينوركم كل السرور، حسن استضافتكم على قناة أم درمان، لأن أنا ذاتي من مواليد أم درمان. يا هلا بك. طيب كمدخل كده أول حاجة كده خلينا نستمع لأبيات بتهديها لنا. نستمع للأبيات وبعد كده ننطلق في رحلة الحديث والدردشة معك إن شاء الكريم. تفضل. أول أبيات ببتدي بيها تتكلم عن عزة، اللي هي عزة السودان، بعنوان عزة تحتضر. يا ستار. يا ستار، هي أصلا ما تدفي. الوطن في سكرات الموت، فبربكم أين الحياة؟ والمستقبل يكشر أنيابه، وما زالت تزيد المعاناة، فلنحتفل بالعام الجديد، بالألعاب النارية والخبز، لا خبز، أقصد بعض المسكرات، عاما مليئا بالتفاؤل والترهات. تقيرت الأرقام وابتعدت الأحلام، حتى الخبز الذي أصبح طحينه مثل الرفات، فرحين بثوراتنا المجيدة، فرحين بالتغيير الذي قد حدث، وأن عزة ما زالت مريضة، ومأساتها ترتلها غنوات الحدث. أمي ومستقبلي ومحبوبتي، هل سجل التاريخ لموتاكم قصص؟ أم حرف الراوون بكاء قصيدتي حتى لا ينتبه الجمهور فقدان نص، حتى لا يرى الجمهور خطوات لص، وعيون النيل فاضت بالبكاء والثوب يشرط بالمقص. عزاء أمي وأمك يا رجل، من يرضى ذلها فيه نقص، من يمل مرضها ويحرمها العلاج، ويدعي الوطنية بكل فخر يريد تاج، والحاضر أصبح كالسناج. أعذريني حبيبتي إذا لم أستطع، فالكل أصبح عاجزا عن الزواج. أعذريني إذا لم أكن لك فارسا، أو كان في صدر اختلاج. أعذريني إذا لم أقاتل جيشا لأجلك، أنا لم أسبح حتى الدجاج، أنا أقاتل الظروف واليأس الذي خلع عنا الرتاج. فأعذريني إذا لم أستطع منك الزواج، هل نتمرد عن المراسم المألوفة، أم نمارس حبنا كما الخراف مع النعاج، أم نترك الحب والأم تحتضر ثم نسافر بعيدا عن كل شيء، نترك أمانينا الجميلة يجرفها المطر ولا ننتظر. أصبحت أحلم بالسفر وأنت تريدين السفر، والكل يصرخ يا ويلتي يا ويلتي أين المفر، لما هذا الضجر، هل أصبح السودان كالجحيم يؤذينا، كي نسافر بكل السبل وعزاتنا دينا، لما نهرب من جنة خضراء، أم نشكو جفاف أوراق حرقناها بأيدينا. لا أحد يحب العمل، ولدينا الأمل بأننا سنعبر، كمن يظن وتركنا الأرض جدباء وكأنها ليست أراضينا، كمن يظن أن العام يزرع، كمن يظن أن العام
يحصد كمن يظن أن العام من يطعمنا ويسقينا. فقد بارعون في نظم الحديث والجدل أن المرأة تساوي الرجل، وما بين الفكر والضجيج والجدل تموت أحلام بسيطة كمن يحلم بالرقيف. ألا يراودكم خجل من طفل ينام على الرصيف والراحلون على عجل؟ ألا يراودكم خجل؟ هلموا إلينا فيكفي انصراف. عزة ما زالت حسناء لما لا نلبسها الزفاف، ونضع في رحمها حبا وحبا فتحبل قمحا تقينا شر السنين العجاف، وتبيض الحمائم في جوف المدافع. حينها سأقول وبكل اعتراف عاما سعيدا وعاما سعيدا إليكم. ديك العافية البراء، القصيدة مؤلمة جدا ومثيرة للشجون، وفي الأول أنت بديت شوية بتفاؤل، بعدين تاني أحزنتنا، بعدين تاني رجعت للتفاؤل، فبتحمل نقائد كثيرة. في البداية خلينا نتكلم، واضح أنه القصيدة أساسا كتبتها بعد ثورة ديسمبر، بعد ما مسألة الشهداء إن شاء الله ربنا يجيب حقهم ويغفر لهم ويصبر أهاليهم والقصاص بإذن الله تعالى. فظروف كتابتك، كتبتها بعد الثورة طوالي ولا أخذت منك فترة؟ وكيف قدرت تلملم الرسائل المضمنة في القصيدة ذاته؟ أخذت منك كم؟ والله ما هو يعني الأحداث المحيطة بك هي اللي بتأثر فيك وبتخليك تستلهم منها عشان ما تكتب عنها هي ذاتها بصورة واضحة. فالحكاية دي كان كتبتها فعلا بعد الثورة بتاع ديسمبر، وبالنسبة لل يعني كلها فترة طويلة بعد الثورة بزمن ولا قريب؟ والله فترة يعني طوالي. لا طولت شوية لكن لأنه دي يعني واقع حاصل. كتبتها في قاعدة واحدة ولا الليلة بتكتب عدد من الأبيات بعدين تمشي تعيش تفاصيل حياتك وترجع تاني تكتب، ولا كيف؟ والله ما كتبتها في قاعدة واحدة، يعني كل فترة ممكن تجينا أفكار بضيفة لحد ما اكتملت. ليه كتبتها بالفصحى تحديدا؟ يعني عشان الفصحى دي، عشان انت بتحب الفصحى اكتر من اللهجة العامية الدارجية حقتنا، ولا حسيت انه الفصحى بتقدر توصل الرسالة اللي انت عاوزها بشكل اكثر دقة؟ والله ما هي الكتابة بالدارجية، هو انا اصلا بكتب بالاثنين، لكن الكتابة بالدارجية هي بتوصل رسالة لمجتمعك انت. أيوة. يعني المجتمع السوداني. أيوة. لكن لما تتكلم بالفصحى كل العالم ممكن يفهمك انت بتحاول توصل شنو. طيب خلينا نرجع فلاش باك للورا كده ونشوف بداياتك الشعريه كانت كيف، ومنو اللي اكتشف فيك الموهبه دي قال لك والله يا البراء انت ينفع انك تكون شاعر؟ والله البدايات كانت يعني بدري شديد، من عمر 12 سنه. انت الان في كليه الفنون الجميله صح؟ جامعه النيلين ما شاء الله. المستوى كم؟ والله في المستوى الثالث. الثالث، وانت بديت تكتب من عمرك 12 سنة؟ من عمر 12 سنة. تمام. فكانت البدايات بسيطة جدا، يعني على حسب العقل الصغير. ايوه. بديت باللغة الدارجية، فشوية شوية يعني بقيت اسمع لشعراء. ايوه. بميل دائما للأدباء الكبار يعني العرب. وبحاول استفيد منهم. يعني لحد ما الحمد لله نضج شوية، يعني ما بقدر أقول إنه شاعر لكن أيوة إن شاء الله بإذن الله نشوفك كده نجم ثريا في سماء الشعراء بإذن الله تعالى، السودانيين والعرب. منو المدحك وقال والله أنت يا البراء بيجي منك؟ ناس المدرسة ولا في البيت ولا أصحابك؟ منو الأطلق عليك يعني وحكم عليك إنه أنت ينفع تكون شاعر؟ والله هو أصلا يعني في أسرتنا عندنا شعراء برضو، عند الوالد صلاح عبد الهادي بكتب ما شاء الله، وعندي المرحومة مناهل ربنا يرحمها وتولاها برضو كانت شعراء. أختي الله يرحمها ويخليها، يعني هي دي يعني ممكن أقول أنا تعلمت منها الحكاية دي. استلمت منها الراية. استلمت منها الراية. تمام كويس. حسي ليك في منتوجك، هل عندك دواوين
ولا عندك عدد من القصائد؟ والله دواوين يعني حد حاولت الآن تنشر مثلا؟ أنتجت لغاية ديوان واحد باسم صوت المعذب، وبحاول أنتج تاني كم دواوين، لكن يعني المشاريع لسه شغالة. صوت المعذب، أنا حسيتك يعني أشعارك وأبياتك شوية كده تعيسة مأساوية. ما عندك حاجة فرايحية كده جميلة؟ في قصائد فرايحية كثيرة طبعا. كويس، حافظ حسي حاجة منها؟ أيوة. عشان يعني عارف القصيدة اللي انت قلتها حسي بجد وجعت لي قلبي جدا، فقول لنا أبيات شوية كده تكون فرايحية تطلعنا، تحاول تنتشيني من الجو اللي خليتني فيه ده. أوكي، دي قصيدة يعني كتبتها كان في جبال النوبة. لما مشيت طبيعة البلد هناك وجماله وجمال ناسها استلهمت منهم كلام قدرت أكتب فيها. فقلت أهلي سلام، أهلي الضوء وقت الليل بيبقى ظلام، الله، وأهلي الظل وقت الحر بتبقوا غمام، أهلي عديل وما في أي كلام، راضعين من صدر عزة من النهود ساقية وبير مطر وحفير، سلام. شرب من سد الجمام وكت نحفر عمق أملا وتجم بالمستقبل المجهول يكون معروف بين أراضينا نسميه سلام. وليه بلدي كتير غنيت نسجت فيها كلام حصير وجريد حروف وقصيد وشددت بالحروف الخيط ويا ما قلت فيها غرام، وغنيت لي بلاد النيل وليطميا وللعواي فوق السيل حتى العود فتر بالحيل من مديح العمدة هيبة الدرغام. الله. وجد بالجد كتير جنيت وقت نجد جبال النوبة، زهلني حضورة وقت يجي النسام، جبالي حنينة يا محبوبة أزهلت أنامل الرسام، وكت جلس يرسم أرض مخصوبة يغني حرام عليه حسنك يا عسل مسكوبة، من بدع الكريم الكساك زفاف في كل عام، يا بلد الليل جمال مخطوبة من بمهر الخريف الغالي وقت الشيلة تبقى رطوبة تندي على صفق وخدود، جمال يوسف ولد أرضك ولا أنت للجمال منسوبة، وكيف أقدر أفوتك لو ما كنت في جواي شعر مكتوبة، وكيف أقدر أفوتك لو ما كنت في جواي شعر مكتوبة، يا جبال النوبة يا محبوبة يلمن الحصان محسوبة، وأجيكي رشاد أجيكي رشاد متلهف زي الولهان، أجيك جثة تعيد الروح، أجيك مجروح تشفي جرح الكان، أجيكي وتوه في شوارع السوق منقشة بالصدف واللون من اللهف جد مسروق والحسد المن القلوب مخطون وناس العزة كلها فوق، حبيبتي رشاد أجيك أنا بالشعر مجنون، حبيبتي رشاد أجيك من الجمال مفتون، حبيبتي رشاد الفي حدق العيون، الله، حبيبتي رشاد الفي حدق العيون، وقت أن تصبح علي صدى الزرزور وقت صبحك وغيلولتك ويصير كل شروق، حبيبتي رشاد هل في حدق العيون. الله، جميلة جدا جدا بجد، فرايحية بجد جميلة، وتحية لكل أهلنا في النوبة. يعني أنت صورت تصوير جميل جدا للمناطق والأراضي والأهل هناك، ربنا يزورنا إن شاء الله. قعدت فيها كم هناك؟ والله فترة يعني بتاع 18 يوم، وانا شايفة يعني زي ساعة او أيوة. اقل من كده، ما في حتة ما خليت الا ومشيت الا مشينا له، والحمد لله يعني اهالي بطبيعهم بيتفاعلوا معك بكل سهولة زي اللي هم بيعرفوك قبل كده بفترة. يا سلام، انا زمان يا البراء لما كنت في الاساس برضو انا كان عندي كده محاولة انه انا اكتب ابيات شعرية، لكن تاني خليتها جنعتها، حسيت انه انا اللي بكتب فيه ما في زول. اول حاجه شكرني، والله ما بقدر اسمعكم يا استاذ ياسر، الكلام ده قديم، المخرج بيقول لي سمعينا حاجه. فالقصه دي قديمه، القصه دي قديمه جدا جدا. اول حاجه ما لقيت تشجيع، فطالما انه انا ما لقيت تشجيع معناه واضح انه انا ابياتي كانت ما على قدر كده، واضح انه انا فاشله. السؤال اللي عايز اقوله، شنو العوامل المفروض تكون متوفره
في الشخص عشان يقدر يكون شاعر وتكون أبياته جميلة وتكون أبياته يعني يقدر يقدمها للناس ويقدمها للمجتمع. والله هو الشعر يعني من ناحية فنية. يعني الحاجة اللي بتقدم أنا ما بخسر على الشعر، على كل حاجة فنية. أيوة. ما لم أنت تؤمن بها قبل ما الناس تؤمن بها. أيوة. يعني تؤمن بالموهبة حقتك وتحارب عشانها. وتحارب عشانها، والناس اللي بتنتقدك دي ذاتها تشيل الحاجات اللي أنت انتقدك بها. تجودها وتحسنها. أنت كده بتعبر، لكن يعني قصة الإحباط دي ما يعني قصدك مهمة زول يعني يتمسك بموهبته ويتمسك بحلمه ويتمسك بهو عاوز يكون شنو مستقبلا، إنه ما يستسلم للمحيطين وغيره. والحاجة النقدية هي كمان حاجة كويسة شديدة، يعني ما حاجة مؤسفة. أيوة. حاجة بتفيدك. لكن حسب أسلوب الانتقاد اللي بيوجه لك، يعني أحيانا بيكون في اللي هو انتقاد من باب تكسير المجاديف ومن باب الحسد. في ناس بينتقدوك يكسروا مجاديفك ويحسدوك عشان يقعدوك عن إنك يعني تبني حاجة لمستقبلك. والله صح، الأسلوب له أثر. يعني في أسلوب بيكون يعني شوية كده ما يعني ما كويس، وفي أسلوب هو من مقصد منه إنه يحبطك، لكن يعني شنو يوريك أنت أخطائك شنو. ده دائما بيكون من الناس الأكبر منك في نفس المجال. يعني طيب جبال، في بدايتك أنت قلت إنك بتسمع كثير لشعراء عرب، وممكن الحاجة دي هي اللي حببتك في إنه أنت تكتب بالفصحى. أكيد. فمنو من الشعراء العرب اللي أنت بتحبهم؟ والله يعني بسمع للشاعر اسمه هشام الجخ. يا سلام المصري. أيوة، هويس الشعر. أكيد. يا سلام. و نزار قباني. مدثر به برضو. يا سلام. وأنيس شوشان. التونسي. يا سلام. التونسي. يعني كل الشعراء تقريبا في الفترة اللي فاتت كان في السودان أنيس شوشان، ولا كانت إشاعة ما قدرت، أو يمكن هو احتمال يجي ما استلمت معلومات عن الحكاية دي. طيب طريقتك في الأداء في الإلقاء الشعري حقتك، ولا بتحاول إنك تستلفها من شاعر عشان من خلاله شوية شوية تلقى شخصيتك بتاعت الأداء الشعري والإلقاء الشعري؟ أبدا. أي زول فينا، يعني إحنا مثلا المذيعين، أول ما زول فينا يخش المجال بتاع الإعلام والإذاعة والتقديم البرامجي بيكون عنده قدوة أو مثل بيحاول إنه يستلف منه الكاركتر حقه أو الشخصية حقته عشان يسمع منها أرضية وينطلق. فدي تقريبا في كل في مختلف ضروب الإبداع والفن والأدب وخلافه. فهل انت حصلت لك الحاجة دي؟ لا أبدا. لأنه يعني إذا أخذت نبرة بتاعت أي شاعر ومشيت عليها بالوتيرة بتاعتها هتخصم منك طبعا، غير إنها هتخصم مني إذا أنا قدمت قصيدة هتنسب له، لأنه صوت ياهو حيكون زي صوته. فمن البداية يعني كان ياهو ذاته صوتي ما حاولت اتصنع في لا حكاية. انا ما بتكلم عن الصوت، انا بتكلم عن طريقه الالقاء والاداء وكده. هي حقتك مش؟ لا حقتي. تمام كويس. طيب في عندك قصيده حاليا شغال عليها، ولا وقفت لحد كده على القصايد اللي انت عملتها؟ والله اخر قصيده كتبتها يا حتى جبال النوبه دي، لانها ذات فترتها كانت قريبه شديد. متين كانت؟ يعني ما فاتت لا اسبوع. يا سلام، بجد جميلة، يعني تفوقت على نفسك فيها. كلماتها جدا جميلة ومجهدة، يعني مبهجة. تحت الهواء في الكواليس كنت بتقول انه برضو كان عندك محاولات انك تكتب خواطر، حافظ حاجة وتذكر حاجة من الخواطر. والله انا ما بقدر يعني استحضر حاجة عشان ما اقوله ويكون في ارتجال. لكن ما حافظ، لكن عندي بدوينه وبكتبه، دي الحاجات الوحيده اللي انا ما حافظها. طيب بتقرا لمنو من الروائيين؟ والله الروايات دي ما قاعد يعني اقرا. ما عندك حاجه كتير معينه؟ لا. اي كتاب تلاقيه قدامك يعني بتقراه؟ اكثر حاجه بتاخذني فيها الحاجات في الكتاب. ايوه. طيب بتميل للكتابه الشعريه بالدارجه ولا بالفصحى؟ بترتاح فياتها؟ والله كل ارتياحي في الفصحى، كل أغلبية قصيدي بالفصحى. الفصحى عندها نصيب الأسد يعني من كتاباتك الشعرية. طيب الفصحى يعني بيقولوا إنه الواحد لازم يكون عنده ذخيرة
لغوية كبيرة جدا جدا. بالتالي عشان تتكون عندك يعني الحصيلة والذخيرة اللغوية دي لازم انك تقدر تقرأ كثير جدا جدا. اي كتاب قدامك تقرأه وتحاول تختزن وتتذكر المصطلحات والمفردات الموجودة عندك. انت بتقرأ اي حاجة. نحن تقريبا في السودان هنا ما عندنا كتابات، ما عندنا قصص بالفصحى، وان وجدت بتلقاه ميكس ما بين الفصحى وما بين الدارجة. انت بتقرأ لسودانيين ولا لعرب؟ والله يعني المكتبات دي الواحد لو خش فيها بتكون غنية بكل حاجة. زائد يعني الكتابة بالدارجية بتلقى فيها الأريحية في الكلام، يعني ما بتكون فيها مشكلة لأنها كلام دارجي. أيوة. لكن يعني لما تتكلم بالفصحى بيكون كل العيون خطا انتباه عليك. اي بالذات انه يكونوا مستغربين شويه يعني هنا في المجتمع. والشائعه والحكايات دي كلها بتكون يعني بتخصم منك انت ذاتك. فالحكايه دي يعني دايره ممارسه طبعاً. في القرايه الاطلاع الكثير طبعا، الجلوس مع اساتذه في العربي صح، يعني ايا كان قواعد نحوي بلاغه الحكايه صح. دي صح. بتستفيد منها. طيب نسمع حاجه كده قصيره عشان بعدها حنديك كلمه عشان تختم ان شاء الله. اخش في الغزل شويه. اخش في الغزل شويه. اي طوالي. بعديها برضه حنسالك انه اللونيات اللي بتكتبها في الشعر ذاته شنو يعني. ان شاء الله. تفضل. يا قمرا اتلف عشاقي، يا سكرا اسكر شاربه ما عاد ليروى ترياقي، يا امراه خرجت من نخب فكيف لا ترمي الساقي، فكفى فكفى بنا عبثا العبث يثير مذاقي، يا تمرا احمرت شفته، يا وجها يخجل منه الإشراق، والبدر يموت لرؤيتك والليل يهرب خلف الأنفاق، فكفى فكفى بنا عبثا العبث يقطع أوراقي، يا روحا فاحت جنتك أيا من ريحك تشفي كل معاقي، أيا من ريحك تشفي كل معاقي، والكل يسلم إمرته وأنا أسلمك الباقي، فكفى فكفى بنا عبثا العبث يفجر أشواقي، والموج يفيض لبسمتك والبسمة تيم رفاقي، والرفقة صارت وجنتك فيهم بك سمح الأخلاق، فكفى فكفى بنا عبثا العبث يفجر أشواقي. يا سلام. طيب عراف الغزل أو عراب الغزل، بل عراب الغزل هو نزار قباني. انت لما تكتب ابيات شعريه متعلقه بالغزل، هل بتضع نصب عينيك انه انت تتبع مسار نزار قباني في الكتابات وفي المصطلحات وفي المفردات اللي بيستخدمها؟ والله نزار قباني يعني له كثير الاحترام وطبعا كلامه كله ملن، لكن ما يعني ما قاعد استلف من شاعر حاجه. فكل يعني تتبع خطى شاعر مثلا، تحاول انه انت تتبع اسلوبه تتبع خطاه، لعل وعسى في يوم من الايام تكون في نفس المكانه حقته. ما هو اي زول لازم يكون عنده مثل اعلى بيقتدي به وبيتبع خطاه ومساره عشان يقدر يوصل لمكانه. والله ما في حاجه اسمها الاستلهام، يعني انت ممكن تجيك من ابياته تستلهم منها لكن بطريقه ثانيه، مو بتكون ما بتكون شبيهه له لكن بتكون ماسكه الموضوع. بس. طيب هل شايف انه القصائد الغزليه اللي بتكون كاتبه بالفصحى من السهل انه ياخذها منك فنان سوداني ويتغنى بها؟ يعني نحن هنا الفنانين السودانيين اكثر حاجه بياخذوا الشعر الغزلي المكتوب بالدارجي. شويه بنلقى في شح في مساله انه شعر غزلي مكتوب بالفصحى انه ياخذوا فنان سوداني ويتغنى به، وفي طبعا امثله ونماذج خجوله ومتواضعه، ولكن هل شايف انه المساله دي سهله؟ حسي قصيدتك دي جميلة صراحة، جميلة يعني انا حسيت انه ينفع انه زول ياخذها ايوه ويتغنى بها. والله بس انا يعني
قصة الفنانين دي أو قصة الألحان دي أنا لاسي مو خشيت فيها. يعني ما عندي قصيدة لحنت، لكن ما شايف يعني المسألة صح زي ما قلتي بالفصحى دي صعب يعني. أي في السودان هنا ما مستسهلة شديد جدا يعني. صح. طيب خلي لك كلمة أخيرة، عاوز توجه تحية، عاوز توجه شكر، عاوز توجه رسالة للناس اللي هم حابين يكونوا شعراء ويكتبوا أبيات ولكن خايفين من الخطوة دي أو ما لاقين تشجيع. فحسي في الأول خلينا نشكر ونهني ونبارك للناس اللي أنت حاب ترسل لهم يعني تحايا. والله أول حاجة كل التحية والتقدير لكم أنتم ولجميع المشاهدين الكرام، والتحية للأسرة الكريمة العريقة أسرة الصغيرون، وبرضو بوجه التحايا لكل الفنون الجميلة وتصميم جامعة النيلين لهم جميل التحايا، والبواصل في الشعر أو أي موهبة يعني الشعر الرسم كلها أحاسيس راجع لينبوع واحد فما يقف منا، لأنه الانقطاع لفترة بترجعك شديد يعني كأنك بدأت من الأول. صح. وكل التوفيق إن شاء الله. طيب نسمع نص أخير نختم به. فتاة ما قالت لي أحبك، ده غزل تاني صح؟ غزل بعنوان جنة في الحب. فتاة ما قالت لي أحبك، أحبك حب حار، فغثت لها عذرا فلمن أحبها؟ قالت وإن لم تحبك أيا من لحبيبك بار، قلت لا يعني شيئا سأظل أحبها. قالت وإن لم تحبك ألحقك العار، قلت قدما سأذهب إليها. قالت وإن جنت وأخذها الفرار، قلت ولو كان عمرا سألاحقها. قالت وإن لم تجد أمامك إلا البحار، قلت سبحا فنسي فداها. قالت لي ويحك فهذا انتحار، قلت الموج لي وأنا لها. قالت وإن لم تستطع فغلبك بالعجز قار، قلت سأدعو الله كي يجمعها. قالت وإن لم يستجب العزيز الجبار، قلت إن لم تكن نصيبي من الدنيا فبإذنه في الجنة رفيقها. قالت وإن كان أحدكما في النار، قلت لها خسئت ولكن في ذاك الزمان، حتى ولو كنت لا أدري من أنا أو من هي، حتى ولو فررت منها لن يتغير حبي لها، لن يتغير حبي لها. أحسنت، يا ريت لو الرجال كلهم يكونوا أوفياء للدرجة دي. نورتنا جدا البراء صلاح صغيرون، التحية لك والتحية لأسرتك ولكل زوج شجعك، وبإذن الله تعالى زي ما قلت في البداية أنت لسه في بداية الطريق وتتلمس الطريق، بإذن الله تعالى نشوفك علم ونجم وثريا في سماء الشعر بإذن الله السوداني والعربي على حال سواء. إن شاء الله. نورتنا جدا جدا. أنوركم الصبا. الله يخليك يا رب.